باشا؟ هو ده مش يسرق بنك، ده هيقلبنا احنا. يا عبد الجليل ايه ده؟ الباشا الكبير واصل يا ليا، الباشا الكبير واصل. افرح يا حارة وزغرتي يا بطوة. اهدنا يا يا اهلا يا باشا، افرح يا بطوة وزغرتي يا منطقة. ايه ده الباشا ناجي هطلع عندنا؟ يا اهلا يا اهلا يا دعشة، حاجة صفيح ساعة للباشا يا ولا. ازيك يا عبد الجليل؟ الحمد لله يا باشا، مستورة ولا ينقصني الا رؤياك. وديك شفتني، يبقى انا مش عايز حاجة تاني من الدنيا يا باشا. شكلك كده لسه عايز حاجات كتير. انا عايز اقعد معاك اتكلم في كلمتين يا عبد الجليل. تحت امرك يا كبير، بس بقول لك ايه، بدل ما نقعد نتكلم في حته المخربقه دي، تعالى اقعد عندي في البيت لحد يسمعنا ولا يقاطعنا. مين دول يا كبير؟ حكومه؟ لا دول مطافي. يا اهلا يا اهلا بضيوف الباشا، اتفضل يا كبير. يا دي النور يا دي النور، اتفضل يا باشا. ودي يا ابن بشكرتها يا هو يا حاره. يا اهلا يا باشا، لا سحري ولا خربها، الباشا جه المنطقه. لا سحري ولا خربها، الباشا جه المنطقه. يا اهلا يا كبير اتفضل. هو ده بيكو عبد الجليل؟ اه يا باشا. البيت ده متين؟ ده حتة حديد يا باشا، ده مات الجذور في الأرض يجي من 300 سنة، وبعدين ده لا زلزال يحوق فيه ولو حتى جبل وقع عليه. بس أنا شايفه مايل شوية. لا يا باشا لا مؤاخذة، ده هي دي الهنجسة بتاعته، يعني هو كده لا مؤاخذة قايم على عدله. على عدله اه، أمال إيه الخشبتين دول؟ دول اللي ساندينه يا باشا. اتفضلوا، اتفضل يا باشا، اتفضل يا كبير، اتفضلوا يا رجالة، اتفضل يا كبير، اتفضل. البيت نور يا كبير، يا دي النور يا دي النور، البيت نور والله، اتفضل يا أما، الكبير جالنا يا أما، اتفضل يا كبير يا دي النور يا دي النور، اتفضل يا باشا، يا دي النور يا دي النور، والله أنت عايز زفة، يا دي النور يا باشا يا دي النور. البيت بيقع، البيت بيقع. لا 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 اوعى مهندس، البيت اصيل ومتين. ده ايه يا باشا؟ الشاب ماله كسكان في نفسه كده ليه؟ يا عيال خايبه يا راجل، عيال خايبه. في حد يخاف من بيت بيقع برضه؟ الله، معقول؟ ها؟ لا طبعا. يلا بينا بقى، اتفضل يا حاج. يلا اتفضل يا باشا، اتفضل اتفضل يا باشا، اتفضل يا كبير. نورت الدواب حالها. يا اهلا يا اهلا، اتفضل. اتفضل فين؟ اتفضل في البيت يا باشا، البيت بيتك. معلش يعني هو شويه مش قد المقام يعني. يا راجل ما تقولش كده، عيب. هو ده بيت اصلا؟ اتفضل يا كبير، وحسين يا كبير، اتفضل 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 يا كبير. ازيك يا ابو حديد؟ يا باشا يا والله الوحيد اللي كان بيناديني فيها. عارفين يا رجاله، احلى ايام حياتي، والله العظيم احلى ايام حياتي قضيتها مع الكبير. فاكر سعادتك ايام السجن الانفرادي؟ يا باشا يا باشا منور والله. رومانسي قوي يا عبد الجليل، احلى ايامه في السجن الانفرادي. امال ايامه دلوقتي شكلها ايه؟ عبد الجليل يا شباب كان في السجن الانفرادي دايما، وكان بيهرب منه. ازاي بقى؟ كان بينشر الحديد بتاع شباك الزنزانه ويهرب منه. محاولة هروب 16 مرة، عشان كده مسميينه أبو حديد. ما شاء الله، دي حاجة حلوة أوي. أنت لازم يا ابني تتحط في موسوعة جينيس. إيه غلس دي يا باشا؟ جينيس. بيقول ياد غلس. ياد بقول جينيس. يلا خلاص، صلى على النبي، صلى على النبي، خلاص صلى على النبي، صلى على النبي. معلش، ما أنت ما حدش طايقك كده. قول لي كنت بتعملها إزاي دي يا عبد؟ بص يا باشمهندس، الحديد لا مؤاخذة قاسي قاسي. ما ينفعش ايه تشد معاه، ما ينفعش تعند معاه، لازم كده لا مؤاخذه ايه تاخده بالحنيه وبالمسايسه كده، ها يدوب معاك حبه حبه. الله، ده بيقول حكم يا باشا. اه بيقول حكم. اه ودلوقتي بتشتغل ايه يا عبد الجليل؟ منظم وقفات احتكاكيه ومعتصمات. نعم. منظم وقفات احتكاكيه ومعتصمات ومظاهرات وماتشات وكده. انا كبير مشجعي انفي. مش معنى انفي يا منظم، عشان فلوسه حلوه. هو قفل منه، انا مش طايقه. طب اسمع عبد الجليل، انا عايزك في الشغل. امرني يا كبير. المكان هنا امان؟ امان الامان يا كبير. طيب شوف عبد الجليل. على مهلك يا راجل، صوت جايب اخر الحاره يا متعه. اهمد يا راجل اهمد. ملعون ابو ام الحاره على اللي فيها، اللي مش عاجبه يحط برطوشه في بقه ويتنيل.
امان الامان هنا. ده الناس قاعدين معانا، ما تيجي نروح حته تانية نعرف نتكلم فيها. لا مؤاخذة كبير، جرى ايه يا اولاد يا ام ثابت؟ ما تخلي الراجل القفه ده يقفل الشباك ويقطم خالص. الدنيا حر، هي ناقصاك يا عبد الجليل؟ حر؟ هو انت شفت حر؟ ده انا هولع فيك بجاز واخليها لك جهنم. هما فاكرينك منظم احتجاجات ولا انت منظم حاجه تانية؟ لا مؤاخذة بس يا راجل يا قف، عيب عليك، ما تقفل بدل ما اجيلك يا ده مسعد. استنى بس استنى يا اخ مسعد، براحتك يعني، ما فيهاش اي حاجه، بس على مهلك شويه لان البيت قايل للسقوط. تتحمي حمقى من دول نلاقي نفسنا تحت الانقاض في ثانيه. الله عليك يا باشا، ربنا يعلي مراتبك، دايما دايما حاسس بالبشريه. والله يا جماعه مسعد معذور، اصل حته البلد دي يا باشا بيبقى لها طعم تاني خالص. ايه ده؟ يلا يا نروح مطرح. لا صحيح، ايه ده؟ يلا يا ولد روح بلاش غلبه. شوف يا عبد الجليل. هو تأثير مسعد وصل لغايه هنا الظاهر. لا يا باشا، دي أمي ست الحبايب. أمي مين؟ أم يا باشا. هي أمك هي اللي مع مسعد؟ لا يا باشا، دي الولاية أم ثابت. أم أنا بقى اللي لا مؤاخذة تحت منك على الكنبة. أمي مين؟ أم عبد الجليل. أنهي كنبة؟ الكنبة اللي حضرتك قاعد عليها. أمي لا مؤاخذة تحت منك. أمك تحت مني أنا؟ أيوة يا فندم. الكنبة؟ أنا آسف جدا. لا يا باشا، وربنا المعبود ما أنت قايم، ما تقومش يا باشا، خليك قاعد وخد راحتك كده وراح راحتك. الله، دي زي يومك بالظبط. بص يا باشا، أنا هسلتها لا مؤاخذة عشان خاطر تعمل لنا طقم شاي. أمّا تسلت مين؟ أمّا خليها مستريحة، ربنا يخليها لك.